سيتي. في هذه الحلقة التي تخبرك بحقائق مذهلة عن مصر القديمة، وسأعرض لك الاكتشافات الأثرية الغامضة، وستتعرف على الغرض من القطع الأثرية الغامضة، وترى كيف وجد علماء الآثار شبكة أنفاق وغرفا سرية تحت الأهرامات. بالإضافة لذلك سأخبركم أيضا عن العديد من الحالات واللحظات الصادمة عندما اكتشف علماء الآثار مقابر وتوابيت مغطاة باللعنات المكتوبة. اجلس واسترخي ودعنا نبدأ. في 1895 قام ويلهام رونغن بأحد أروع الاكتشافات في تاريخ العلوم، الأشعة السينية، تستخدم للعثور على الأورام والكسور والمواد غير المشروعة. لكن هذا نوع من التفاهة. من المثير للاهتمام استخدام الأشعة السينية للعثور على الشخص الذي يريدون تهريبه خارج البلاد، أو لحال لغز التماثيل والمومياوات، أو حتى للعثور على الغرفة السرية في الهرم المصري. غالباً ما يجد حرس الحدود مواد غير قانونية وممنوعات ولا يتفاجؤون بهذا. الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو العثور على شخص يتم تهريبه عبر الحدود. هذا بالضبط ما حدث قبل بضع سنوات على الحدود بين إسبانيا والمغرب في مدينة سبتة. لاحظت الشرطة فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً كانت متوترة للغاية. اعتقد الضباط أنها كانت تحمل مواد غير مشروعة وفحصوا أمتعتها بالأشعة السينية. كان بداخلها صبي يبلغ من العمر 8 سنوات يدعى أبو. من المفترض أن الفتاة التي حاولت تهريبه عبر الحدود ستفعل ذلك مقابل مكافأة. لحسن الحظ بفضل يقظة ضباط الحدود تم إنقاذ الطفل. كان الوقت ينفد وربما لم يصل الصبي إلى المعبر الحدودي لأن الأمتعة كانت ضيقة للغاية. غرفة سرية لا تستخدم الأشعة السينية فقط في نقاط التفتيش الحدودية والمطارات، بل تستخدم أيضا في العلوم وتكشف عن أكثر الألغاز المدهشة والمثيرة للاهتمام. مثلا قبل عدد سنوات فحص العلماء مرة أخرى الأهرامات المصرية الأسطورية. لقد درسوا بالفعل كل شيء من الخارج، ولكن في الداخل لا يزال هناك العديد من الألغاز. قرر العلماء مسح الهرم الأكبر في الجيزة ووجدوا شيئا صادما، غرفة سرية لم تكن معروفة من قبل. كان طول الفراغ حوالي 30 مترا. اعتقد علماء المصريات أنه لا يمكن أن يمثل خطأ في تصميم، كما أن الفراغ ليس له أي وظيفة بنائية كتقليل الحمل على الممر الرئيسي للهيكل. يعتقد العلماء أن هذه الغرفة قد تحتوي على عرش مصنوع من الحديد النيزكي، وفي وقت سابق وجدوا فراغين آخرين داخل الهرم الأكبر في الجيزة. من الممكن أن يكون الفرعون نفسه مدفوناً في مكان ما في إحدى الغرف، ربما حتى في الغرفة التي تم العثور عليها مؤخراً عن طريق المسح. تمثال بأسنان بشرية. في 2014 تم ترميم تمثال خشبي ليسوع في المكسيك، حيث تم اكتشاف شيء مخيف هناك، أسنان بشرية حقيقية. يصور التمثال الذي يحمل عنوان رب الصبر يسوع ينتظر أن يصلب صنع قبل 300 عام. كان العلماء على دراية بهذا التمثال فترة طويلة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يعلمون فيها عن الأسنان. بتعبير أدق، أدركوا مؤخرا فقط أن أسنان التمثال طبيعية تماما، وقد تم الاكتشاف نفسه بفضل الأشعة السينية للتمثال. في الواقع غالباً ما تحتوي التماثيل القديمة في المكسيك على أظافر وأسنان وشعر حقيقي، ومع ذلك فإن التمثال ذو الأسنان الحقيقية هو شيء لم يسمع به من قبل. علاوة على ذلك، على الرغم من عمر التمثال المحترم يتم الحفاظ على الأسنان بشكل مثالي، ولكن من أين أتت هذه الأسنان في المقام الأول؟ ومن كان عليه أن يعلقها على التمثال؟ وفقاً للباحثين تم أخذ الأسنان من مؤمن حي أو ميت أراد التبرع بها للكنيسة. هذا أمر منطقي، منذ قرون مضت غالباً ما تبرع المسيحيون المكسيكيون بأجزاء من أجسادهم للكنائس. المومياء. تكشف الأشعة السينية عن العديد من التفاصيل المثيرة للاهتمام بالمومياوات المختلفة والأشهر المصرية. مثلاً كشفت دراسة حديثة حقيقة اكتشاف مصري غامض. مومياء تم اكتشافها في بداية القرن الماضي في حوارة. على الرغم من حقيقة أن المومياء قد درست لفترة طويلة، قبل عامين كان هناك اختراق في البحث. نظر العلماء إلى شظايا المومياء بالأشعة السينية. في السابق كان من المفترض أن البقايا تنتمي إلى فتاة عاشت في القرن الأول الميلادي، وقد ثبت ذلك من خلال الصورة التي تم تصويرها على المومياء بطريقة قناع الوجه التقليدي. لكن أدلة جديدة أظهرت أن الرفاة لا تخص شخصا بالغا، بل تخص طفلا. لم تكن الفتاة تبلغ من العمر أكثر من 5 سنوات وقت وفاتها، لم تكن قد نمت أسنانها الدائمة. أظهر الفحص أيضا جسما يبلغ طوله حوالي 1 سنتيمتر حول بطنها. ربما كانت تميمة، كان من الممكن استخدامها لإخفاء المنطقة التي تضررت في عملية التحنيط من أجل حماية المتوفى في الحياة الآخرة. أما بالنسبة لمصر فقد قام العلماء مؤخرا بمسح شيء آخر، مومياوات للحيوانات التي كانت على الأرجح قرابين. اختار العلماء 3 مومياوات، قطة صغيرة وطائرا وكوبرا. كانت المومياء الأولى قطة، تنتمي إلى قط مات عندما كان عمره 5 أشهر، تم كسر رقبته وهي علامة واضحة على التضحية، أي أن الكهنة أخذوا عمدا حياة القط لأداء بعض الطقوس المخيفة.
كان هناك صعوبة أكبر في التعرف على الطائر. من المفترض أن يكون كسريل أوراسي أو مخلوق ذو ريش قريب له، غير معروف سبب وفاته، فلا وجود لعلائم الإصابة. أخيراً كانت المومياء الثالثة عبارة عن كبرى ذات فقرات مخلوعة. تدعم طبيعة الإصابات النسخة القائلة بأن الزواحف قد تم اصطيادها من ذيلها ثم ضربها على سطح صلب مثل الصوت، كما تضررت الجمجمة بشدة، كما أنه تم إزالة أنيابها. كل هذا يشير إلى أن الثعبان ربما كان أيضاً جزءاً من بعض الطقوس الشريرة. صورة: دخلت ماري سيدوارد التاريخ كملكة اسكتلندا وحكمت قرابة 45 عام. في الواقع حكمت طوال حياتها، حيث تم إعلانها ملكة بعد 6 أيام من ولادتها. تشتهر أيضاً بحياتها المأساوية التي انتهت بالإعدام. تم بحث هذه الشخصية التاريخية جيداً على مر العصور، لكن التفاصيل الجديدة تستمر في الظهور حتى الآن. مثلاً كشفت الأشعة السينية عن صورة غير مكتملة لماري سيدوارد رسبت قبل بضعة أشهر من إعدامها. تم العثور عليها على الطبقات السفلية من الطلاء أسفل صورة النبيل الإسكتلندي جون ميتلاند. وفقاً للأشعة السينية، كان الفنان قد أكمل تقريباً وجه وعنق وغطاء الرأس للملكة الأسيرة. تم الانتهاء من الخطوط العريضة للجسم والذراعين جزئياً فقط. لكن بالنسبة لي، فإن قصة لوحة أخرى أكثر إثارة للاهتمام. أنا أتحدث عن اللوحة السوداء لكازيمير باليفيتش، أحد الأعمال الرئيسية للطليعة الروسية. لا يزال مؤرخو الفن يتجادلون حول ما تقوله هذه اللوحة، وفي نفس الوقت تجادل العلماء حول ما إذا كانت قد تم رسمها على قماش فارغ أم لا. كما أظهرت الأشعة السينية، كان ميلفيتش يرسم فوق عمل فني آخر. اتضح أن اللوحة رسمت على قماش تم رسم تركيبة مكعبة مستقبلية عليه ولوحة غير موضوعية من قبل. بالإضافة لذلك، تمكن الخبراء من قراءة نقش المؤلف على الصورة. إذا قمنا بتليينها، يتضح معركة السود في الكهف المظلم. هذه إشارة إلى لوحة للفنان الفرنسي ألفونس أليس تحمل عنوانا مشابها. إنه لأمر مدهش عدد التفاصيل والأشياء المخيفة التي يمكن العثور عليها باستخدام الأشعة السينية. مع ذلك، عادة ما تستخدم الأشعة السينية على الناس. صدقوني، ليست الكسور فقط هي التي يمكن العثور عليها. استمر في المشاهدة لتتعرف على أكثر الأشياء المثيرة والمخيفة التي تم العثور عليها في الأشخاص والحيوانات باستخدام الأشعة السينية. تذكر، عندما كنا أطفالاً كنا نخشى أنه إذا ابتلعنا بذرة من البطيخ فإن فاكهة ضخمة ستنمو بداخلنا. ربما لا ينمو البطيخ، لكن هذا لا يعني أن شيئاً ما لا يمكن أن ينمو داخل الشخص بشكل عام. عانى رجل من روسيا يدعى أرتيم من آلام في الرئة لفترة طويلة. كان مدخناً متأصلاً، لذلك بدأ يشك في أنه أصيب بورم خطير. عندما ذهب الرجل إلى أطباء أخذوا أشعة سينية وكشفوا بالفعل عن ورم، لكن الأكثر رعباً أن شجرة تنوب حقيقية نبتت في إحدى رئتيه. كان هناك حرفياً وصين شجرة بطول 5 سنتيمترات. مع إبرها الحادة لمست شجرة التنوب أنسجة الرئة، لذلك أثناء المجهود البدني عندما يصبح التنفس سريعاً يعاني أرتيم من الألم. تمت إزالة الشجرة في النهاية، وأقلع أرتيم نفسه عن التدخين بعد هذه التجربة القاسية. ولكن من أين أتت شجرة التنوب في المقام الأول؟ كما اتضح، نمت في رئته من بذرة ربما استنشقها أرتيم عن طريق الخطأ في مكان ما قبل بضع سنوات، وأضاف رهاباً آخر لنا جميعاً. شجرة تنوب في الرئتين لا تصدق، لكن ماذا عن شيء آخر؟ كمسمار في الرأس. كنت تعتقد أنه سيكون من المستحيل عدم ملاحظة شيء كهذا، لكنه ليس بهذه البساطة. كان دانتي أوتولو يصلح سقف المرآة باستخدام مسدس مسمار هوائي عالي الطاقة. أطلقه مرة أخرى، وبدأ أن أحد المسامير ضرب فروة رأسه بشكل عرضي. عالج دانتي الجرح واستمر في القيام بعمله. عاش بشكل طبيعي تماماً خلال 2 يوم حتى بدأ ينزعج من نوبة من الغثيان. في المستشفى تم إجراء فحص بالأشعة المقطعية على جمجمته، حيث اشتبه الأطباء بوجود ورم في المخ في دماغه، لكن بدلاً من الورم وجدوا مسماراً بطول 8 سنتيمترات في دماغه. بالنظر إلى عدم وجود مستقبلات للألم في الدماغ نفسه، لم يسبب المسمار أي إزعاج جسدي. لحسن حظه لم يضرب أي مراكز عصبية مهمة أيضاً، وسرعان ما تم إزالته بأمان. ولكن حتى المسمار في الدماغ ليس هو الحد الأقصى للجنون. ماذا عن جنين في جسد رجل عاش معه لأكثر من 3 عقود؟ الهندي سانغو باغات لم يكن على علم بخصوصه لفترة طويلة. الشيء الوحيد الذي ألمح إلى ذلك هو بطن منتفخ. بدأ كما لو كان حاملاً في شهر 9 وبالكاد يستطيع التنفس، لكن سانجو اعتاد على هذه الحياة. في النهاية أصبح الأمر لا يطاق، وعندما كان في 36 من عمره تم نقله إلى المستشفى بسبب ورم عملاق. بدلاً من الورم وجد الجراحون مخلوقاً نصف مشكل على الأشعة السينية، وقد طورت الساقين والذراعين والأظافر الطويلة. ربما بدأ الأمر وكأنه أول حالة حمل بين الرجال، ولكن واقعاً كان سانجو يحمل شقيقه التوأم في جسده طوال حياته.
لا يوجد سوى حوالي 100 حالة من هذا القبيل في تاريخ الطب. يحدث هذا عندما يلتف أحد الجنينين حول الآخر. ينمو الجنين المهيمن بينما يعيش الآخر خارج مضيفه كالطفيلي. عادة ما يموت كلا التوأمين قبل الولادة، ولكن في حالة سان جون نجا وولد كجنين مهيمن بينما بقي شقيقه بداخله. على كل حال إنه مربك ومخيف. تحكي القصة التالية مدى أهمية أن يراقب الآباء أطفالهم ويخبرونهم عن العالم من حولهم. تم نقلها لينس وهي فتاة أمريكية ذات 8 سنوات من انتهاء إلى المستشفى بسبب آلام في الجهاز الهضمي. عندما قام الأطباء بتصويرها وجدوا 10 مغناطيسات و20 كرة فولاذية من مجموعة ألعاب ماجنتكس. انجذبت المغناطيسات والكرات إلى بعضها البعض مما تسبب في إصابة أمعائها. اضطرت الفتاة إلى الخضوع لعملية جراحية، ولحسن حظها انتهى الأمر على ما يرام. لكن كيف انتهى كل شيء داخل الطفل؟ وفق هالي بدت المغناطيسات والكرات الفولاذية كالحلوى، لذلك أكلتها. وأخيرا قصة مخيفة عن حيوان نجا بأعجوبة. أصبحت إيرين بينزلي قلقة عندما بدأت ستافورد شاير بورترر ذو 3 أشهر المسمى ميسي بالأنين. من الواضح أن الكلب كان غير مرتاح، لذلك أخذته إلى البيطري. في البداية اعتقدت أن الكلب قد ابتلع لعبتها، ولكن سرعان ما صدم البيطريون إيرين. اتضح أن ميسي قد ابتلع سكين مطبخ من غير المعروف كيف فعل ذلك، لكن الحقيقة تبقى. تم نقله إلى المستشفى بسرعة وأجرى الجراحون العملية، ولحسن حظه سارت الأمور على ما يرام. قال الأطباء إن ميسي لم يتم إنقاذه إلا عن طريق الحظ، فتمكن من ابتلاع السكين من المقبض مما أنقذ حياته من إصابات داخلية. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات عن الشيء الأكثر غرابة الذي ابتلعتموه عن طريق الخطأ. شكرا للمشاهدة، وراكم لاحقا.